اهلا بيكم معانا في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل حساب جيميل من الموبايل. خليكم معانا. طبعا اول حاجه بندخل من جوجل كروم، بنكتب جيميل، هدخل على تسجيل الدخول، هدوس على كرييت اكاونت، هقول له فور ماي سيلف. اول حاجة هنا بيطلبها مني الاسم الاول، بعد كده الاسم الثاني، ببدأ اكتب تاريخ الميلاد بتاعي، ببدأ طبعا اكتب اليوزر نيم بتاعي. طبعا هنجرب مع بعض يوزر نيم، بالشكل ده. ادوس نيكست. هنا هبدأ اكتب له الباسورد وتأكيد الباسورد، هنا بيقول لي ان مفيش تطابق في الاثنين، فهعيد كتابة الباسورد التاني. هدوس نيكست. هنا طبعا بيقول لي ايه هو الايميل اللي هستعيد بيه الحساب في حالة حدوث أي مشكلة معايا، فهقول له سكيب أو تخطي. وهنا بيسألني عن رقم التليفون، فده برضو اختياري، هدوس سكيب نيكست، هقول له موافق أو وزي ما احنا شايفين بيكون كده الحساب جاهز معانا بكل سهولة. لو استفدت من الفيديو متنساش تدعمنا باشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد.